تفضل. البدايه اذا مثل ما قال استاذ صلاح عنزاوي تبيير المقام يقول مقام العجم عشيران هو من المقامات الرئيسيه واللي تقرا بالشرع العربي الفصيح، موسيقى خاليه من الايقاع، وهذا المقام بامكانيه لان يدخل القارئ قطع من الجهارقة والراشدي والطاهر انطاهر دمان جان جام القلب داء وهذا الداء يضنيني في القلب داء وهذا الداء يضنيني وليس سوى في الداء يشفيني الداء ما الداء يا ليلى سوى عطشي إلى لمانك فهات الفاغر واسقيني قالوا جلوت بمن تهوى قالوا جنونت بليلى قلت ويحكم ما لذة العيش إلا للمجانين قالوا تخير سوى قالوا تخير سواها فهي قاسية فقلت لا 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 غير ليلى ليس يعنيني الريان نزلي لمن جهالا Oh.
تخير سواها فهي قاسية. قالوا تخير سواها فهي قاسية. فقلت لا لا غير ليلى ليس يعنيني. فلو جمعتم جمال الكون يجمعه في شخص أخرى وقد جاءت تناجيني وقد جاءت تناجيني لكنت كالصخرة الصماء عاطفة لكنت كال صخرة الصماء عاطفة وقلت هذا جمال ليس يعنيني أمير ورجع تنسوني بالمرة حرام تنسوني بالمرة زوروني بالسنة مرة حرام تنسوني بالمرة زوروني بالسنة مرة حرام
حفلة في بغداد مع محبين مقام والتراث البغدادي والأستاذ طه غريب في مقام عجم عشيران وأغنية من التراث العراقي زوروني بالسلامة، مع تحياتنا من القشلة وشكرا لكم.